لتسليط الضوء أكثر على قرار الحكومة في العراق استثناء الميليشيات من الملاحقة القضائية، ينضم إلينا الأستاذ محمد عماد الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي. مرحبا بك أستاذ محمد معنا. Human Rights Watch تحدثت عن أن الحكومة في العراق استثنت جرائم الميليشيات من تحقيقاتها القضائية، في أي سياق يقرأ هذا الاستثناء؟ نعم، في البداية تحية لكم وللسادة المشاهدين، وتأكيدا لما تفضلت حضرتك به بذكره بأن الحكومة العراقية قامت باستثناء الميليشيات المسلحة التي تعاونها والتي تستخدمها كأداة تنفيذية في انتهاكاتها من التحقيقات الرسمية. وللأسف يبدو أن بعض اللجان الأممية أيضا استثنت تلك الميليشيات المسلحة من الجرائم التي ترتكبها. حقيقة نرى هذا الموضوع بخطورة شديدة. أولا، كون أن تلك الميليشيات هي خارجة عن القانون، وثانيا كون أن تلك الميليشيات أوكل إليها استخدام أو القيام بجرائم تدخل في إطار عمل المحكمة الجنائية الدولية. وهنا نقول بشكل واضح الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بمعنى أن تعمد قتل الأشخاص وإخفاؤهم قسريا وتعذيبهم بروايات أو بأهداف تتقاطع مع الممارسات والمبادئ التي تسير بها الحكومة العراقية أمر خطير، ويؤشر على أن هناك تقاطع للأهداف، وأيضا يحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن عدم إدراجها للميليشيات المسلحة في تحقيقاتها. ونحن نرى أن هذه التحقيقات إن لم تشمل الميليشيات المسلحة فهي تحقيقات فقط لها من الاسم، لا مفرغة من المضمون، بمعنى أنه ما الحكمة من إقامة تحقيق كامل عن جرائم تم ارتكابها والمتسبب الرئيسي به لا يدخل في إطار تلك التحقيقات. وبالتالي نرى أن هذه الخطوة هي أمر شكلي تقوم به الحكومة العراقية، وأقصد هنا التحقيقات، فقط من أجل إسكات الرأي الضاغط والجهود الدولية التي تطالب دائما بضرورة محاسبة المتورطين وأيضا المتنفذين، سواء كانوا في الحكومة العراقية وبعض الميليشيات المسلحة أثناء قيامهم بممارسات خارجة عن القانون. لكن أيضا نستغرب في هذا الإطار الدور الأممي السلبي في هذا الاتجاه، والأمم المتحدة واللجان المنبثقة لا سيما اللجان المتخصصة في هذا الموضوع، موضوع الملف العراقي والاحتجاجات التي تفرعت عنه والانتهاكات المنضوية تحته، تعلم جيدا أن هناك انتهاكات بالجملة تم ارتكابها على يد تلك الميليشيات المسلحة، لكن نستغرب موقف اللجان الأممية ونستغرب الصمت الدولي المقلق تجاه ممارسات اللجان الأممية التي تم إرسالها للعراق للتحقيق في الجرائم، ونخشى أن يكون هذا هو السلوك المعتمد من قبل المجتمع الدولي إزاء الجرائم التي تم ارتكابها في العراق خلال الأشهر السابقة. هذا السلوك للجنة الأممية، ألا يشكل هذا الاستثناء مثلا إغراء ربما أو تشجيعا للميليشيات التي ارتكبت مجازر بحق المدنيين لارتكاب المزيد من الجرائم والفظائع؟ على الإطلاق، وهذا الأمر وأقصد هنا على إطلاق هذه العبارة أن الميليشيات المسلحة ستعتبر أن قرار اللجان الأممية عدم إدراجها داخل التحقيقات هو غطاء ضمني، وحتى ممكن أن نقول أنه غطاء رسمي أو غطاء معلن، كون أن اللجان الأممية هي أقرت بأنها لن تدرج الميليشيات المسلحة في التحقيقات. هذا أولا. ثانيا، ماذا ينتظر المجتمع الدولي، أو دعني أقول بشكل متخصص، ماذا تنتظر اللجان الأممية حتى تقوم بإدراج تلك الميليشيات المسلحة في تحقيقاتها؟ تلك اللجان وثقت العديد من حالات القتل، وثقت العديد من حالات الاعتقال والإخفاء القسري، وأيضا قامت بالعديد من المقابلات التي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك جرائم حقيقية وتهديد خطير جدا للمواثيق والقوانين الدولية والقواعد الأساسية للقانون الدولي التي تضفي الحماية الخاصة للعديد من شرائح المجتمع التي تغطيها داخل العراق، وهنا الأسرى والأطفال والصحفيين والإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي هذا التحول هو تحول خطير، ونخشى أن يتم البناء عليه مستقبلا عندما يتم التعامل مع الجرائم بشكل أكبر، وحتى عندما يتم ذكر الأشخاص الذين شاركوا في تلك الجرائم. وأيضا هنا نسند تلك الجرائم أو تلك الممارسات أيضا لبعض الأشخاص المتنفذين في الحكومة العراقية، المستفيد الرئيسي أو المستفيدة الرئيسية من جرائم تلك الميليشيات والتي تتحرك وتؤمر بأوامر المتنفذين داخل الحكومة العراقية. أستاذ محمد، هل هناك سياق قانوني أصلا تعتمد عليه الحكومات في استثناء المجرمين من الملاحقة القانونية؟ نعم، في الأصل دعني أؤكد هنا أن الدستور العراقي وأي دستور لأي دولة ويؤكد على مبدأ المساءلة الجنائية وحماية حقوق الإنسان بالمعنى العام، وهذا الفرع أو هذا المبدأ الذي ينطلق منه أي دستور
يندرج تحته العديد من المبادئ الأساسية، ومنها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن كل من قام بفعل أو جريمة تهدد الأمن أو النظام أو الصحة العامة يجب على الدولة أن تحاسبه وتقدمه للمساءلة والمحاكمة أمام القضاء. لكن ما يحصل الآن هو عكس ما يتم إدراجه في تلك الدساتير. وأيضا دعني أؤكد هنا أن هذا الأمر خارج عن المألوف وخارج عن التصور القانوني والطبيعي، أي بأن تقوم الدولة في الأساس هي صاحبة السلطات، وهي التي تقوم بتقديم الأشخاص المخالفين للقوانين الداخلية وحتى الدولية للقضاء من أجل محاسبتهم وإيقاع العقوبة عليهم. لكن نرى في الحالة العراقية الأمر مختلف تماما. الحكومة العراقية تقوم بإسناد الجرائم أو الممارسات غير القانونية لميليشيات تتقاطع معها من ناحية أيديولوجية ومذهبية، هذا أولا. ثانيا، هي تغض الطرف عن تلك الممارسات، بل على العكس من ذلك، هي عندما تريد اعتقال أحد الأشخاص أو أحد النشطاء ولا تريد أن تظهر بالصورة أو يتم إلقاء اللوم عليها، تقوم بإرسال أحد أو مجموعة من الجماعات المسلحة أو الميليشيات المسلحة التي تتبع لها لتقوم بهذه المهمة باسم الحكومة العراقية. وبالتالي لا يوجد مبرر أمام الحكومة العراقية في صمتها تجاه ما يجري من أفعال هناك من وممارسات يرى القانونية ضد بأن الجماعات المسلحة، ولا يوجد مبرر من المجتمع نعم الدولي تجاه الدور السلبي الذي يقوم به أمام المجموعة الكبيرة من الجرائم التي تحصل الآن في العراق. هناك من يبرر يعني من داخل الحكومة يعني هذه الجرائم المرتكبة، يقول إنها ارتكبت أثناء العمليات العسكرية ويكون مرتكبوها مستثنين من المتابعة القضائية. لا يمكن الاعتداء بهذا المبدأ على الإطلاق. المبدأ القانوني في العديد من المواثيق الدولية أن الضرورة العسكرية هي محصورة ومحددة ضمن إطار ونقاط رئيسية لا يمكن لأي قوة ولأي حكومة الخروج عنها. وبالتالي تفصيلا لهذا المبدأ نقول أن الضرورة العسكرية هي مقيدة بشروط خاصة جدا، وبناء على ذلك ما تدعيه الحكومة العراقية وحتى اللجان الأممية إن لم تقم بإسناد أو إدخال الجماعات المسلحة في تحقيقاتها هو أمر مخالف للقانون الدولي وللمبادئ الأساسية التي أقرها القانون الدولي، بمعنى أن الأصل والأمر المطلق في القانون الدولي هي حماية حقوق الإنسان، والاستثناء الضيق جدا في هذا الأمر أن يكون هناك انتهاكات أو غض الطرف عن الانتهاكات التي تجري للضرورة القصوى التي حددها القانون الدولي ولم يدع مجال للاجتهاد فيها بنقاط معينة ومحددة. لكن ما نراه في ممارسات الحكومة العراقية وبشكل غير مباشر من قبل الميليشيات المسلحة الطائفية هو أن هناك تعمد لانتهاك حقوق الإنسان والأفراد العراقيين، هذا أولا. ثانيا، لم تكن هناك أي ضرورة عسكرية في مجمل الأحداث التي وقعت وفي مجمل الانتهاكات التي سجلت من قبل الأفراد الأمنيين وحتى من قبل أفراد الجماعات المسلحة. وبالتالي ترويج مقولة أو أن الأشخاص الذين يدافعون عن الحكومة العراقية وعن الميليشيات بأنه لا كان هناك ضرورة عسكرية هو أمر لا يوجد له أي مستند قانوني، وأن ترويج مثل هذه الأقويل هو فقط من باب إيجاد أي حجة أو أي حل يضمن من خلالها أولئك الأشخاص المروجون على الأقل ضمان عدم تقديم الأفراد المسلحين وحتى أفراد الأجهزة الأمنية للمساءلة الجنائية، لأنهم يعلمون تماما أن تلك الأفعال هي توقع عليهم أو تتحقق في مقابلهم المساءلة الجنائية طيب التي أستاذ توجب محمد، تحريكها من قبل الأجهزة القضائية الدولية. إذا كانت الحكومة والقضاء في العراق يتعاملان بهذا الاستخفاف مع جرائم الميليشيات، فإلى من يعني إلى أي جهة إلى أي طرف يتوجه الضحايا وذوو الضحايا خصوصا من أجل الشكوى؟ نعم، القانون الدولي لم يدع أي ملف من الملفات الشائكة إلا وقام بتناوله والتأكيد على أن هناك العديد من الحلول يمكن التوجه إليها. أولا، تستطيع الجمعية العامة ومجلس الأمن إرسال لجان تقصي حقائق حقيقية يشكلها مجلس الأمن بموافقة أو باستشارة تقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الانتهاكات التي تجري. ثانيا، المحكمة الجنائية الدولية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقدم من مجلس الأمن البدء في التحقيقات. ونحن نقول بكل تأكيد أن ما جرى في العراق يدخل في إطار عمل المحكمة الجنائية الدولية. الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان والمتعددة هي كثيرة جدا وموثقة في العديد من الحالات والعديد من الأوقات الزمنية، وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية هي الضامن الرئيس لتقديم الأشخاص المتنفذين والأشخاص الذين قاموا بتلك الجرائم
وهنا نؤكد على أن المسؤولية الجنائية الدولية تتحقق في مواجهة المسؤولين الحكوميين لا سيما مسؤولي الأجهزة الأمنية، إضافة إلى الميليشيات المسلحة الذين يأخذون أوامرهم وتمويلهم من الحكومة العراقية. الأستاذ محمد عماد الباحث القانوني في المرصد الأورو المتوسطي، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.